كونوسيكي ماتسوشيدا من تحت الصفر لتأسيس إمبراطورية باناسونيك. في عصر الأضواء والإعلانات الرقمية والمجلات التي تقتات على إبراز صور الأغلفة للنجوم ورجال الأعمال والصناعيين، من الصعب جداً تخيل كيف كانت ستبدو صورته الآن. ابتسامته شديدة التواضع وقامته القصيرة وجسده النحيل وشعره الأشيب قد تجعله لائقاً بالنسبة لعين السطحيين من الناس أن يكون شخصية عادية على الأقل. ومع ذلك فالحقيقة تقول إن هذا الشخص تحديداً هو كونوسوكي ماتسوشيتا، أحد أعظم الصناعيين اليابانيين على الإطلاق، مؤسس شركة باناسونيك اليابانية العملاقة. بالعودة إلى نهايات القرن 19، فتح ماتسوشيتا عينيه على الحياة ليجد نفسه ينتمي إلى عائلة ثرية تعيش في محافظة واكاياما اليابانية. كانت الأمور تسير على ما يرام، والأسرة تعيش بشكل جيد، إلى أن تعرضت لأزمة مالية عنيفة جعلتهم يفقدون كل ثروتهم تقريباً، وينتقلون من منزلهم الواسع إلى بيت شديد الفقر يشبه كوخاً صغيراً تنقصه كافة المتطلبات الأساسية للحياة. حالة مزرية من الفقر أدت إلى وفاة ثلاثة من إخوته بسبب أمراض لم يستطيعوا تدبير نفقات علاجها. في سن 9 بدأت المرثية. ترك كونوسوكي المدرسة ليؤمن قوت عيشه بنفسه، فعمل في عدد من المهن المتواضعة ما بين تلميع الأحذية وجمع القمامة وغسيل الملابس في مدينته، ثم سافر إلى مدينة أخرى ليلتحق بالعمل في ورشة لتلميع المعادن، ثم متجر لبيع الدراجات. كل هذه المهن عمل بها مقابل أجور شديدة التواضع تكاد تكفي متطلباته المعيشية الأساسية، لابثاً في الشقاء بضع سنين. في عام 1909 بدأت الكهرباء تنتشر في اليابان بشكل كبير، وهو الأمر الذي لفت انتباه الفتى بشدة، فتقدم للعمل في شركة أوساكا إلكتريك لايت كعامل في توصيل الأسلاك الكهربائية. خلال العمل أظهر الفتى أداء استثنائيا نابعا من قدرته السريعة جدا على التعلم وخبراته الهائلة في وظائف سابقة جعلته يحصل على ترقيات بسرعة هائلة أوصلته لأن يكون المشرف العام في عمر 22 عاما فقط. العجيب أنه بمجرد وصوله إلى هذا المنصب قدم استقالته. كان الشاب يعج بالأفكار المبدعة التي كان يطرحها على مدرائه في تلك الفترة بخصوص التوصيلات الكهربائية، إلا أنها كانت تقابل دائما بالتجاهل أو عدم الحماس. لذلك أسس شركته الخاصة في عام 1918 وهو ابن 24 عاما بدون رأس مال تقريبا أو خبرات إدارية أو تعليم نظامي. كان مساعداه زوجته وأخوه، وكانت السنوات الأولى من الشركة شديدة الصعوبة حيث كان الفشل رفيقاً دائماً تقريباً. بدأت الشركة المتواضعة باسم ماتسوشيتا للصناعات الإلكترونية في صناعة بعض الأجهزة الكهربائية الرخيصة تحت علامة تجارية باسم ناشيونال. ثم استطاع ماتسوشيتا في بداية العشرينيات من تطوير مصباح دائري اعتبر من أهم المنتجات طورها ولاقى إقبالاً كبيراً. استطاعت الشركة أن تسوقه باعتباره المنتج الأهم الذي تخترق به الأسواق، وعلى مدار عقد كامل استطاعت الشركة أن تتحول إلى متجر لبيع الأدوات الكهربائية ذات الجودة الجيدة والسعر الرخيص، وهو ما جعل اسم شركة ناشيونال معروفاً في الأسواق اليابانية المحلية. على مدار الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات تعددت منتجات الشركة لتشمل أجهزة المذياع والبث اللاسلكي والبطاريات، وقسمت لعدد من الشركات والأقسام، كما أنها استطاعت الصمود في وجه الأحداث الدامية التي شهدتها اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت من أهم الشركات اليابانية التي ساعدت في إعمار البلاد مرة أخرى. لاحقاً أصبحت شركة ماتسوشيتا من أكبر الشركات اليابانية على الإطلاق،
التي تضم مجموعة من أهم العلامات التجارية العملاقة مثل باناسونيك وناشيونال وتكنيكس. في عام 1989 توفي كونوسوكي ماتسوشيتا عن عمر يناهز 95 عاما تقريبا، تاركا وراءه ثروة تقارب 3 مليارات دولار ومجموعة شركات عملاقة في كل أصناف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تقريبا، تحقق أرباحا بقيمة 42 مليار دولار. ولاحقا في عام 2008 تحول اسم الشركة بالكامل إلى شركة باناسونيك.